هذا سائل يقول: عندي ابنة قد ماتت قبل أسبوعين، وكانت تعاني من بعض المشاكل الصحية، وقد رجعت بها المستشفيات ولكنها بعد ذلك قد ماتت. سؤاله: هل يلحقني شيء إذا كان هناك تقصير مني في علاجها، وماذا أفعل؟ أنت ما قصرت، تقول أنك عالجتها وأنك راجعت بها المستشفى، ولكن الله أراد لها الوفاة، توفيت. الحمد لله، اصبر واحتسب ويعوضك الله خيرا منها. نعم.